بيسموها القاتل الصامت، البومة الفرعونية، مصرية أبا عن جد. لما بصت لها نفشت ريشها قوي وقامت غمزالي. فجأة أنا داخل عليها وهتمسكني من وشي طال. وإيه حكاية أصغر سقار في مصر؟ شرسة، أنا مش متقبلة البشر، أنا مش متقبلة أعيش معاك. في الطبيعة عضته جامدة جدا، يعني ممكن في الطبيعة يطلع لك لحمة من إيديك في الطبيعي. أبص الجناح عامل إزاي؟ الجناح ده طبعا فيه مشكلة. بص ده يعني ريشه كويس شوية، ده كريشه ضايع خالص. دي 4 سنين. يا وحش يا وحش، وباباك ما بياخدش باله منك خالص. النهاردة عندنا معلومات هتسمعها لأول مرة. البوم مختلف عن الصقور لأن البوم عشري. الصقور الموضوع ارتباط شرطي بالأكل. هقولك إن هو لأ صديقي وحبيبي وصاحبي يبقى أنا كده بقول أي كلام. أما هو الموضوع بيبقى ارتباط شرطي مع الوقت بيبقى هو حفظك كشخص. يعني أنا لو أنا اللي بنده الطير وحضرتك جيت تنده مش هيجيلك، هيجيلي أنا حتى لو أنا ما معيش أكل لأن هو خلاص حفظني. البوم هادية جدا وبيبقى فيه بينك وبينها تواصل تدير عليك قوي 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 قوي. يعني أنا لو شافتني شايل طير تاني اللي هو ممكن اليوم ما تاكلش، أنت متخيل؟ لو ندهتها لا ممكن تسيبني وتمشي. طير من الطيور الجميلة جدا. وهو أصلا وفكرة بقى كمان حتى في نقطة تانية، هنا دايما بيقول لك البوم فقر والبوم والبوم، مفيش الموضوع ده خالص. هي القصة دي كانت قصة قديمة قوي مع الملك رمسيس، إن هو كان بيحب البوم، فهو كان عنده الخدم بتوعه اللي بيهوله والخدم بتاعه التاني ماسك البومة وواقف جنبه، فحد دخل فجأة ففزع البومة فعملت كده فطرفته في عينه، فالكهنة ساعتها قالوا له إن إن البومة فقر ومش فقر فساد الموضوع. أما لا هي ولا فقر ولا أي حاجة، أنا يعني يعتبر عمري كله بربي طيور جارحة من ضمنهم البوم. بومة فرعونية طبعا هي جاية برضو إنقاذ، بيبقى فيها مثلا مشاكل في جناحها ما بتقدرش تطير، فاحنا بص هي بتحاول تطير بس مش هتقدر طبعا تطير، جناح فيه مشكله، فاحنا هي بتقعد معانا فتره معينه بنعالج فيها الطير بنخلي جناحه يكمل وان هي تبقى تقدر بقى ترجع لطبيعتها تاني. دي بتهاجم؟ اه لان هي يعتبر ايه وحش شويه. وعلاقتك بيها ايه؟ لا يعني بسيطر عليها وتمام. صحبتك يعني؟ يعني بس طبعا هي متوحشه لان انا عايزها متوحشه، لان احنا عايزين نعالج ونرجع للايه للبريه تاني. ما تنسوش ترحبوا معانا بنوره وابنها ادهم، هيكونوا معانا طول الحلقه، يا ريت ما ننساهمش. هي بالليل بعض احيان بتصطاد العقبان من العشوش بتاعتها لان هي مش سهله خالص، هي قويه، بس لو بقوا العقاب وهي تحدي قصاد بعض لا العقاب هيكسب لان هو قوته البدنيه اعلى. اما الصقر لا هي تكسب الصقر. القاتل الصامت لان جناحها سبحان الله ما عندوش اي صوت ولا ذبذبات. ابص الجناح عامل ازاي؟ الجناح ده طبعا فيه مشكله. بص ده يعني ريشه كويس شويه، ده كريشه ضايع خالص. اخد علاج تقريبا من دلوقتي مثلا لغايه شهر 9 تكون الريش بتاعها ابتدى يكمل ويرجع لطبيعته. هبتدي بقى اختبرها، برمي لها فار صاحي اشوفها هتقدر تتعامل معاه ولا لا، هرمي لها فار اكبر، هرمي لها ارنب اشوفها تقدر تتعامل. والله قدرت تتعامل معاهم وقدرت تتعايش معاهم وتقدر تصطاد، تبتدي بقى ايه ترجع للبريه تاني واطلقها وتاخد حريتها وتقدر تتعايش. في طيور بتبقى خلاص مش قادره ان هي ترجع للبريه تاني، بيبقى مثلا حصل عندها ضمور في عضلات الاجنحه ومش قادره تبني خلايا تانيه ما بتقدرش تطير وتصطاد بنفسها، فدي بنعمل لها عمليه بقى تبني. انا بقى بيتمنى ياكل ويشرب لغايه ما ربنا بقى ايه نفس فكره اللي حضرتك بتعمله مع الخيول. منقذ الطيور والقلب الرحيم. كلمنا عن الذكور وعن الاناث، مين اشرس؟ الاناث في البومه الفرعونيه شرسه شويه عن الذكور، دي انثى العمر كل ما بيكبر كل ما الطير بيبقى اشرس من الاصغر في السن، لان حتى مثلا ما يجي يقول لك انا هدرب طير دايما ينصحك ان انت تجيب طير صغير في السن مش طير كبير، لان دي هي عمرها كبير فهي شرسه. انا مش متقبله البشر، انا مش متقبله اعيش معاكم، انا مجبره ان انا اعيش معاكم، فانت بتحاول تهديها وبتحاول تخليها تستأنس في الفتره اللي هي متواجده معانا فيها. كان في بومه قبل كده انثى كانت كبيره قوي اكبر من دي كمان، يعني كان تقريبا وزنها 1.5 كيلو وده في البوم يعتبر وزن كبير قوي. كنت داخل احط لها الاكل فهي كانت قطعت الحبل وانا ما خدتش بالي،
فانا داخل بحط هي دايما بتضرب برجليها لفوق، بتهجم برجليها لفوق، يعني بتقلب نفسها اكنها بتضرب لفوق اما بتكون حاجه جايه لها عاليه من فوق. لقيتها فجاه انا داخل عليها وهتمسكني من وش، بس ربنا سترها الحمد لله يعني عدت على خير. انا اتخضيت طبعا، انا ورايا الباب فانا اتخبطت في الباب. نوره في اللحظه دي ندهت لنا، بصينا احنا الاثنين وسلمنا عليها، اهلا يا نوره. البومة الفرعونية يا جماعة ملامح وشها زي ما انت شايفين كده، فيها غضب شديد ووحشية على شوية هيبة، على قوة، على شموخ، على عزة. ايه الوضع ده؟ ايه الحكاية؟ عرفت ليه القدماء المصريين كانوا بيقدروها زمان؟ انواع البوم، احنا تقريبا اللي بيبقوا عندنا هنا في مصر 7 انواع بوم موجودين عندنا في مصر. دي اضخمهم واكبرهم واقواهم وافضلهم بقى في الصيد، اصلها مصري. في منها مستوطن، في منها مستوطن، وفي منها بيهاجر. البومة دي اسمها لوزة، ولوزة شغلتنا، ونسينا نتعرف بالبطل بتاعنا النهاردة، منقذ الطيور الجرحى أسامة مكي، مدرب طيور جرحى. هنقول عاشق للطيور الجرحى، يعني الموضوع اكبر من موضوع مدرب. دربت بقى جميع انواع الطيور الجرحى بقى، كانت صقور، البان، بدربهم. باخد الطيور من الصيادين بتبقى فيها مشاكل، اللي عنده طير فيه مشكله باخده بعالج، استمتع بيه الفتره اللي انا بعالج فيها الطير، وبعد كده بطلق الطير للبريه تاني. اسوان، اسوان ده احلى اجمل ناس والله. فالفكره جت، انا غاوي الصيد اساسا بالنبله، ابتدى الموضوع معايا الصيد بالنبله، فالتطور تطور لغايه ما وصلت ان انا بصطاد بالطيور الجارحه. بس كانت بدايته في اسوان. احنا طبعا موسم تفريق الطيور الجارحه عامه بيبقى في اليومين دول، فاليومين دول احنا عندنا في اسوان بيبقى فيه البلح اللي هو العجوه استوى، فانا بطلع اجيبه من على النخله، فلقيت حاجه عماله فوق مني تحوم وتصوت وتصرخ وعايزه تيجي تضربني. فما وصلت لاخر النخله فوق لقيت فروخ الصقور. فدي كانت البدايه، انا كان اياميها عندي تقريبا 10 سنين، انا النهارده عندي 40 سنه، يعني الموضوع ليه 30 سنه. وهنا بقى قلت له انا عايز اشيل لوزه، وهيبقى ايه في حاجات زي كده، بس الحرفه ان انا اما تيجي تعض ما نتش ايدي، لو نتشت ايدي هي بص هتحاول ايه تعض، هي عايزه تعض على الطرف، فاروح مدخلها ايدي جوه شويه، من جوه هي مش هتملك ان هي ايه تعضك. بس انا ممكن ما تعملش معايا كده اصلا. طيب يلا. شكلي كده هتعض النهارده. المنتجع الجميل ده اللي كله رحمه، الواحد بيخش يحس بالراحه النفسيه والله. طبعا الاستاذ وائل اذاعي لامع في اذاعه الشباب والرياضه، ومن احسن الناس اللي اعرفهم في حياتي. ولوزه الحمد لله بقت معايا، ودلوقتي بقى في ايه لحظات من السسبنس. هي لسه مش عارفاني وانا لسه مش عارفها، ولكن انا اتعودت انك طول ما انت مش قلقان من الحيوان او الطير عمره ما يأذيك، خصوصا لو هو مش جعان. المشكلة بقى ان لوزة جعانة وعليها حتة بصة وتانية حواجب تعقد. شوفوا بقى بتعض ازاي. ثانية، حبيتك يا لوزة. وده بقى جاسر، جاسر ابن الاستاذ اسامة، وهو اصغر صقار في مصر، عنده موهبة طبيعية وراثية مع الطيور الجارحة، قلبه حديد وما بيهموش حاجة خالص. تعالوا نعرف قصته. قول كده، ابتديت ان انا اربي لوحدي من وانا عندي 4 سنين. اما قبليها انا بابا كان بيساعدني في كل حاجة، يعني مثلا بيقول لي ده بياكل ايه، اتعامل ازاي معاه كده. الطير اللي معاه اسمه سلطان، ده كراك شاهين بحري. احنا جمعية اسمها جمعية القناص المصري لرعاية الجوارح، اصغر صقار في مصر، واخد اللقب وهو عنده 5 سنين. صقر اللي هو احنا بتاعنا احنا بنقول عليه شرياس، دخل بيه سباق وخد بيه مركز اول، كان هو عنده 5 سنين، ده كان اول طير يدربه لوحده. دلوقتي هو حاليا بقى معاه، كبر علينا بقى معاه شاهين، ذكر شاهين البحري. من اول بصيته للصقر والتواصل معاه حسيت ان في بينهم علاقه فريده من نوعها. خد بيه مركز السنه دي برضه، مركز رابع في سباق حرس للطيور الجارحة. بدا الموضوع من وانا صغير، انا بحب الطيور دي، بعتبرها اكنها صديق ليا. طبعا وهو بيتكلم وبيشاور الصقر بيتجاوب معاه جامد جدا، والموضوع زاد عن حده، وبالتالي لازم نغطي عينيه بالبرقع زي ما انت شايفين كده. وعنده طريقه بقى جميله جدا، هنلعبه ملواح. ملواح اللي هو بتبقى زي فريسه هيكليه، هتبقى مربوطه بحبل، وهو بقى بيجي ياخدها فجاسر يخطفها من يلعبه. ده احنا بنعلي بيه لياقه الطير.
يعني الملواح ده احنا بنعلي بيه لياقة الطير عشان اما يجي انا اصطاد بيه يبقى هو عنده قدرة ان هو يطرد الفريسة مرة واثنين وثلاثة ما يملش من كتر ما الفريسة بتهرب منه. عود اللي انا اتعامل مع الطيور دي عارف طبيعتها ايه او هي ممكن تعمل ايه، فانا ما بتعرضش من مشاكل كتير او ممكن ما اتعرضش اصلا لمشاكل. يا وحش يا وحش، وباباك ما بياخدش باله منك خالص. وهنا سألت مامتك رأيها ايه عن الموضوع ده وفاجئني. معهاش مشكلة، هي ضربت بوم قبل كده. هي كمان؟ اه مضربت بوم. واخوك؟ اخويا بيتهرب صور معايا بس هو لسه عنده سنتين. لا لسه صغير. ده العيلة كلها. هذا مرحلة للطيور، اول مرحلة اسمها مرحلة التدهيل. التدهيل دي بخلي الطير افضل ادهل عليه وما يخليهوش يعض. يعني يعض اللي هو العض ايه بالراحة. وفي نفس الوقت يعني المهم اللي انا بخليه بيبطل عض. ازاي بقى؟ اللي انا افضل يعني على قد ما اقدر اقعد معاه وقت كتير، وفي نفس الوقت اللي انا ما اخافش لما يجي يعضني، يعني مثلا كده ما اخافش اخليه يعض، ولما يجي يعض جامد اعمل ايديا كده، هيجي يعض هيجي عض الضافر مش هيعرف يعض، هيعض الضافر مش هيعرف. في الطبيعه عضته جامده جدا، يعني ممكن في الطبيعي يطلع لك لحمه من ايديك في الطبيعي. من وحش لمستانس، هي دي الفكره اللي هو بيتكلم فيها، ان انا دايما بشيل الطير كتير، يعني ده الطير ده وحش فانا بحوله مستانس بشيله كتير وبخليه يحاول يعض، وافهمه ان انا العضه بتاعتك دي مش فارقه معايا، مع الوقت خلاص هو هيفهم ان انا مش متاذي منها فمش هيعملها تاني، لان هو عنده فكر اما بيحس ان ده بيخوفك بيزيد فيه فيبتدي يبقى ده هو سلاحه عليك انت يعني. بس مرحلة تانية اسمها مرحلة الدعم، ينده الطير من نقطة لنقطة، اللي هو هيخلي يعني الطير مثلا من هنا يبتدي هناك يدعيه، اللي هو ان مثلا ايه يخلي الطير عنده استجابة ينط من مكان يروح له هو. مثلا احط الطير في النقطة دي كده مثلا من هنا افضل ادعي. دي كالبداية يا دكتور، افضل ادعي من المسافه دي عشان يبقى من يتعود، بعد كده اكبر المسافه. يعني في الاول بيبقى رافض ما بيبقاش مستقبل الفكره يعني، بس انا بحط له قطعه لحمه عشان يثق فيا، وفي نفس الوقت يعرف اللي ده يعني الدس ده مكان بياكل عليه. مثلا اهو يعني مثلا هدعيه كده نص طق فهيجي هو هينط يقف على الناس. يلا نشوف هنعمل ده. طيب ماشي، هو دلوقتي هيجي بس مش هياكل. يلا فرع. لا فرع ثانية واحدة بس افرعها كده. بسم الله اذا بتطلع انزل سلطان. هي دي بتبقى اول نطة للطير اللي هي المسافات دي القريبة دي، وفي نفس الوقت بنكون رابطينه بحبل زي ده ما ينفعش يكون حر، يعني في المسافات البداية دي ما ينفعش يكون حر. شايفين بقى الحركة اللي لوزة هتعملها دي؟ تعالوا نعرف تفسيرها. عن هو البوم ما عندوش غدد عرقية فهو ده بيلهث زي الكلاب كده، فدي حركة بيبرد بيها درجة حرارة جسمه. وهنا بقى جه الوقت ان احنا نودع لوزة ونروح ناخد سلطان عشان هيورينا مطاردة حية للفريسة، الفريسة الهيكلية اللي هم هيعملوها، وبعد شوية صور تذكارية وشوية لقطات لطيفة رحت اسلم على لوزة قلت لها عايزة حاجة يا حبيبة قلبي، بصت لي كده من فوق لتحت وقالت لي امشي يا حبيبي امشي. مش فاهم دي زعلانة من ايه على طول، وايه الغضب اللي على ملامحها ده؟ سبحانك يا الله ما خلقت هذا باطلا. وهنا طبعا نورة في الناحية التانية ولوزة مركزة معاها، كل شوية تبص لها وتبص لأدهم، شايفة أدهم فريسة لطيفة. قلت لها لا ما تحلميش. وروحنا بقى أرض فاضية عشان نجرب موضوع الملواح. طبعا جهزوا الفريسة ومسك على طول أسامة الطير، وفي الناحية التانية دي الفريسة طبعا اهو، وفي الناحية التانية زي ما انتم شايفين جاسر مع الفريسة والطير هنا مع أسامة وهيبتدي يطلقه، وهنشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. زي ما قال أسامة الطريقة ديت اهو رايح على الفريسة، يقوم شايلها من قدامه بالضبط فيبتدي يلف من بعيد ويدخل تاني على الفريسة. يعلموه ان هو يبقى مقاتل عنده صبر، لو هربت منه مرة الفريسة مش يسيبها ويمشي، لا يجرر تاني وتالت ورابع لغاية ما يحصل عليها. سبحان الله طريقة الطير بتاعت الصقور دي حاجة لا تتخيلوها.
وسرعتهم في الطيران غير عادية، يعني أنا ما كنتش ملاحق أصور، الكاميرا مش جايبة السرعة بتاعتهم. وبعدين بيلف لفات غير متوقعة تماما، يعني أنا أكون بصور في الشمال ألاقيه راح يمين، أجي يمين ألاقيه راح شمال، جنني. وهنا بقى دي اللحظة الحاسمة، آخر لفة عينيه جايبة الموضوع كويس جدا، وبعدين دخل باغت على طول جاسر ونتش الفريسة منه، وقعد ينظف الريش ومزاجه عنب العنب وبياكل اهو ورايق. سبناه يخلص وجبته في سلام، ورجعت اللوزة حبيبة قلبي لقيتها لسه مكشرة وبتبص كمان لأدهم ونورة، وأدهم ونورة مستغربين جدا منها، نورة بتبص لها وأدهم خايف منها، وهي قاعدة تبص لهم ومبرقة زي ما انت شايفين كده رعب، بتقول لهم أنا هرعبكم مش هسيبكم. وهنا بقى طبعا بصوا الناحية التانية، لوزة طبعا شايفاهم محشي ورق عنب ومحشي كرومب. وانا بقى طلعت مرجانة وقلت اعمل حركة من بتوع ايه الافلام، ناديت انا بقى على سلطان بالطريقة كده، وطبعا كان معايا حتة لحمة عشان هو ما يعرفنيش، فلازم عشان يجيلي لازم يكون معايا حاجة. كررت الموضوع تاني وحاولت اداري حتة اللحمة عشان ما تشوفوش، ولكن ظهرت ومرجانة قاعدة مستغربة ايه اللي بيحصل. وهنا بقى بصت لورا قالت يا خرابي انت اتجننت يا دكتور، ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ قلت لها اسفين يا فندم. وقبل ما جاسر يروح قلت له لازم تركب مرجانة، وركب الحقيقة وكان مبسوط قوي، وهي كمان عقبالك يا لوزة نفسي اشوفك مبسوطة قبل ما تمشي. قالت لي انا مبسوطة جدا على فكرة، بس دي ملامحي اذا كان عجبك. قلت لها ما واضح، شكرا يا فندم.